السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من قناتكم السعودية، وهذه هي العناوين. خادم الحرمين الشريفين يوجه قطاعات الدولة لخدمة حجاج بيت الله على الوجه الأكمل وفق الخطط التنظيمية. أمير منطقة مكة المكرمة يؤكد اكتمال الاستعدادات لضمان راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام. صدور أحكام بالسجن 91 عاما ومصادرة 2,500,000,000 ريال في جريمتي تستر وغسيل أموال. وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود جميع قطاعات الدولة المعنية بالحج للقيام بهذا الشرف العظيم على الوجه الأكمل وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم الحج التي تعد الأكبر بعد جائحة كورونا. وحث الملك سلمان خلال ترأسه الجلسة لمجلس الوزراء في قصر السلام في جدة على بذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة مع الحفاظ على المكتسبات الصحية المتحققة في مواجهة الجائحة. وأكد خادم الحرمين الشريفين أن خدمة الحجاج والمعتمرين في قمة اهتمامات الدولة منذ تأسيسها، ولا تزال وستبقى تفخر بمواصلة تلك المهام بأعلى كفاءة. هذا وأطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي بعثها إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، ومضمون الرسالة التي تلقاها من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت. وقد اطلع مجلس الوزراء على نتائج الزيارات التي قام بها ولي العهد إلى مصر والأردن وتركيا، وما اشتملت عليه مباحثاته مع قادة هذه الدول من الترحيب بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والتأكيد على مضاعفة العمل لمواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب، والتضامن مع والوقوف مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني واستقرارها، وكذلك التعاون تجاه جميع القضايا السياسية وتعزيز الشراكة الاقتصادية. كما تناول المجلس مجمل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى المملكة ومباحثاته مع ولي العهد، وما جرى من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومجالات التعاون المشترك، وكذا تبادل وجهات النظر بخصوص المسائل على الساحتين الإقليمية والدولية. وقد أصدر المجلس عددا من القرارات، من أبرزها الموافقة على نظام الشركات ونظام الوساطة العقارية والإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام. تفقد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، تفقد المشاعر المقدسة للوقوف على الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن والمشروعات التطويرية فيها. وخلال ترأسه لاجتماع لجنة الحج المركزية في مشعر منى، أكد الأمير خالد الفيصل ضرورة تضافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة. أشار الفيصل إلى أنه بسبب جائحة كورونا فسيؤدي فريضة الحج هذا العام 1,000,000 حاج، منهم 150,000 من الداخل و 850,000 من الخارج. بسبب جائحة كورونا سوف يؤدي فريضة الحج هذا العام 1,000,000 حاج، منهم 150,000 من الداخل و 850,000 من الخارج. هناك مشروع لتطوير البنية التحتية والمنطقة المحيطة بجبل الرحمة على مساحة 200,000 متر مربع كمرحلة أولى، ويتضمن إنشاء مواقف عامة للحافلات والسيارات إلى جانب إنارة الجبل والمنطقة المحيطة به. هيئت وزارة الصحة 18 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطاقة تفوق 3,700 سرير يساندها 171 مركزا صحيا، بالإضافة للمستشفيات الميدانية ومستشفيات جدة والطائف. وعن التجهيزات اللوجستية، أوضح أمير منطقة مكة المكرمة إتمام مشاريع تعزيز الطاقة الكهربائية وخدمات المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. في جانب الكهرباء
تم تنفيذ مشاريع لتعزيز الطاقة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال. بالنسبة للمياه فالمستهدف ضخ قرابة 20 مليون متر مكعب من المياه خلال شهر ذي الحجة. وأكد الأمير خالد الفيصل جاهزية القطارات والحافلات الحديثة لتنقلات الحجاج بين مكة المكرمة وجدة وما بين المشاعر المقدسة. تم تجهيز 35 قطارا سعة كل قطار 417 راكب لنقل الحجاج بين مكة المكرمة وجدة بواقع 30 رحلة يوميا قابلة للزيادة. بالنسبة لنقل الحجيج من المشاعر فسوف ينقل قطار المشاعر 210,000 حاج، فيما تم توفير 16,000 حافلة حديثة لنقل 790,000 حاج. من جانبه استعرض أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز استعدادات الدفاع المدني لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ خلال موسم هذا الحج، واستمع إلى شرح عن أبرز مهام وأعمال قوة دعم الدفاع المدني في المسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به في خدمة وسلامة الحجاج والمعتمرين والزوار. وأثنى أمير المدينة على ما يبذله الدفاع المدني في سبيل توفير هذه السبل الوقائية من المخاطر لضيوف الرحمن. كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة وصول أكثر من 299,000 حاج من جنسيات متعددة قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة الحج لهذا العام، وبيّنت أن 205,000 حاج غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين حتى يوم أمس 94,000 حاج. هذا ويتواصل تفويج ضيوف الرحمن من المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة لأداء مناسك حج هذا العام عبر الحافلات في مركز مراقبة تفويج الحجاج والمعتمرين، وترافق حافلات نقل الحجاج خدمات شاملة ضمن برنامج عمل دقيق يهدف إلى تيسير انتقال الحجاج عبر مساكنهم وفق مواعيد زمنية مجدولة مسبقاً، ومتابعة وصولهم إلى ميقات ذي الحليفة أو مركز التفويج والتوجه مباشرة إلى مكة المكرمة عبر طريق الهجرة السريع. تستمر أعمال تفويج الحجاج حتى 5 من شهر ذي الحجة الذي يشهد تفويج كافة الحجاج المتبقين إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة. دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأربعاء 30 من شهر ذي القعدة، وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، كما تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق كافة. كشفت النيابة العامة إدانة 17 متهما بالسجن ل91 عاما ومصادرة 2,500,000,000 ريال في جريمتي التستر وغسل الأموال. أوضحت النيابة العامة أن التحقيقات المتخصصة كشفت تشكيلا إجراميا منظما من مقيمين ومواطنين، مشيرة إلى أن إجراءات الادعاء العام من الفريق المختص في الجرائم الاقتصادية توجت بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بإدانة المتهمين 17 بما نسب إليهم ومعاقبتهم بالسجن لمدد متفاوتة ومصادرة المبالغ المالية لعمليات الغسل ومحصلاتها والأموال النقدية التي بحوزة المتهمين، بالإضافة إلى غرامات مالية كما تضمنت الأحكام منع المتهمين المواطنين من السفر لمدد مماثلة لسجنهم
وإبعاد المتهمين المقيمين عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم وتصفية الأنشطة التجارية وشطبها. من جانب آخر، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق مع 171 متهما في قضايا إدارية وجنائية وإيقاف 48 منهم. أوضحت نزاهة أن المتهمين هم موظفون في وزارات الصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشيرة إلى أنهم تورطوا بجرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير. وبينت نزاهة أنها أجرت أكثر من 4000 جولة رقابية خلال الشهر الجاري على الجهات المشمولة باختصاصاتها. أعلنت الأكاديمية السعودية اللوجستية تقديم أول برنامج تنفيذي مخصص للقادة في القطاع اللوجستي، يتضمن أكثر من 90 ساعة تدريبية مكثفة مع أفضل الخبراء بهدف التعرف على أفضل الممارسات في بناء تصميم وتشغيل الخدمات اللوجستية. تطوير القطاع اللوجستي في المملكة محلياً وعالمياً من المجالات الحيوية التي تركز عليها رؤية 2030، وجاءت الأكاديمية السعودية اللوجستية كإحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والتي تربط الجهة المعنية باتفاقية بين وزارتي النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وتطويراً للقيادات الوطنية بالقطاع اللوجستي، أعلنت الأكاديمية عن تقديم أول برنامج تنفيذي على مستوى المنطقة مخصص للقادة في القطاع بشراكة مع مركز ZLC ومعهد MIT وفق شروط محددة للتقدم للبرنامج. برنامج يتضمن أكثر من 90 ساعة تدريبية مكثفة مقسمة بين 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منها عن بعد وتستمر لمدة أسبوعين، أما المرحلة الثانية منه فتكون في إسبانيا، وتختتم الفترة الدراسية بالمرحلة الأخيرة التي تستمر شهراً تحت إشراف أفضل الخبراء والمتخصصين. ويقدم برنامج تطوير القادة في القطاع اللوجستي خبرة متميزة للدارسين وفق أفضل الممارسات في بناء تصميم وتشغيل الخدمات، إضافة إلى التدريب الميداني والاطلاع على التجارب الدولية. تأهيل الكوادر الوطنية انتقل من الطموح والخطط إلى العمل والتنفيذ لتحقيق رؤية المملكة والرقي بها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً وبأياد وعقول سعودية. إليكم أهم ما جاء في هذه النشرة. خادم الحرمين الشريفين يوجه قطاعات الدولة لخدمة حجاج بيت الله على الوجه الأكمل وفق الخطط التنظيمية. أمير منطقة مكة المكرمة يؤكد اكتمال الاستعدادات لضمان راحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام. صدور أحكام على متهمين بالسجن 91 عاما ومصادرة 2.5 مليار ريال في جريمتي تستر وغسل أموال. ابقوا في وئام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.